السمكة تلقى على بركة. أهلا بكم في قناة بروسوت. فيديو جديد القناة إن شاء الله النهاردة استكمال لدورة سي بلس بلس جي أي أبلكيشنز بواسطة فيجوال ستوديو. إن شاء الله النهاردة هنشرح إزاي إن أنت تفتح اتنين يو أي وتتعامل معاهم الاتنين في نفس الوقت. عشان أوضح الفكرة أكتر، إحنا عملنا إيه يو أي تانية هنا من خلال نعمل آد كده ليو أي تانية. اتعلمنا برضه في إزاي تفتح اتنين يو أي. آدي اليو أي التانية بتاعتنا أهي مثلا، ايه تعالى كده نخليها بيزك شويه، نخليها نحط لها تشيك بوكس على رد، نحط لها اي حاجه كده، هسه نحط لها ليبل عشان بس نميزها عن اليو اي التانيه. اليو اي التانيه دي فيها زر بيفتح اليو اي، اليو اي او اللي قصدي فيها زر بتفتح اليو اي التانيه. لو تعالى كده نبص على الكود المصدري بتاعنا بتاع اليو اي الاولانيه. عملنا كائن من اليو اي التانيه، عملنا له انكلود الاول طبعا زي ما احنا شفنا في الفيديو بتاع عمل فتح 2 يو اي جي سي نيو ماي فورم من خلال والحدث بتاعه، وندخل جوه الحدث بتاع البوتون وبنعمل شو ديالوج. تعالى كده ايه نعمل ران للاثنين، نعمل ران للبرنامج كله. استنى كده شويه، تعالى كده ايه ندوس بوتون فتح معانا اليو اي الثانيه. بس زي ما انتم شايفين يا جماعه، انا مش قادر اتعامل مع اليو اي الاولانيه. يعني انا ايه اقدر اتعامل مع اليو اي التانيه وكل حاجه مفيش مشاكل، بس اليو اي الاولانيه ما اقدرش اتعامل معاها خالص. لان دي اللي احنا بنتعامل معاها دي، لان احنا كده بنقول له كاننا ايه بنقول له داله، ان الشو ديالوج دي اصلا داله. وللاسف هي بلوكينج فانكشن، يعني انها يعني ايه ان الداله دي بتجمد البرنامج كله لغايه ما تخلص، انها انت مش مسموح لك تعمل اي حاجه تاني الا لما الداله تخلص، الا لما انت ايه لو احنا دوسنا كده اغلاق كده الداله خلصت كده، انت تقدر ايه تتعامل مع الداله مع اليو اي الاولانيه. طب ازاي نحل المشكله دي؟ بان احنا نستخدم الثريدنج. في ثريدنج في مكتبه في الفيجوال ستوديو. طبعا الثريدنج هنا تختلف خالص عن الثريدنج في السي بلس بلس العادي اللي هو ثريد ودوت تي تاتش وجوين والحاجات دي، لا هنا تختلف شويه. تيجي هنا فوق عند اليوزنج، تكتب يوزنج عشان نستدعي المكتبه بتاعت الثريدنج، نيم سبيس سيستم ثريدنج. تنزل تحت عند الماي فورم اللي هنا اللي هي اللود بتاع اول ما بيتعمل لود، ايه اللي بيحصل؟ ناخد كده الكود ده كنترول A كنترول C، طبعا ده الكود الخاص بالبتاع ده كنترول V. هشرح لك كل ده دلوقتي، بس خليك معايا بس في الاداة دي دلوقتي. هنعمل دالة، واخد بالك؟ الدالة دي هي اللي بتعرض او هي اللي بتحط الشو ديالوج دي، عشان طبعا عشان نقدر ان احنا نتعامل مع الشو ديالوج. هنعمل ايه داله؟ نعمل فويد كده نقول شو اندرسكور فورم 2 ما بتاخدش اي باراميترز، ناخد دي كده كنترول اكس كنترول في، خد بالك؟ تعالى كده ايه ناخد دي كده عشان تبقى قدامنا على طول، ما نضطرش كل شويه نطلع فوق وننزل تحت كنترول في. ده الشكل العام ان انت تعمل ثريدنج. دلوقتي احنا عملنا داله، الداله دي هي اللي بتعرض هي اللي بتعمل داله الشو دايلوج. ده الشكل العام، ده السنتكس بتاع الثريد. احنا بناخد كائن من الثريد اسمه تي اتش 1، بنقول جي سي نيو بيساوي جي سي نيو، ناخد كائن تاني من الثريد اللي احنا بنساويه بكائن بنعمله بالثريد، نفتح قوسين واخد بالك، نقول جي سي نيو ثريد ستارت، ونفتح قوسين تانيين نكتب زس. زس دي عايده على اليو اي اللي احنا بنقول له الثريد دي اعملها في اليو اي الاولانيه اللي احنا عليها دلوقتي. تاني حاجه هتعمل علامه الريفرنس دي، بعد كده تقول ماي فورم علامتين، بعد كده تكتب اسم الداله. احنا عملنا اسمها ايه، ستارت ولا شو؟ شو فورم، ماشي نكتب كده شو اندرسكور فورم 2 كده يا جماعه. نت تاني ثريد تي اتش 1 جي سي نيو ثريد جي سي نيو ثريد ستارت بين قوسين زيس. كل ده يا جماعه اللي هو ثريد ستارت ده جوه الكائن اللي احنا بنعمله من الثريد، احنا بنسويه بالاوبجكت اللي احنا بنعمله. بعد كده علامه زيس، بعد كده علامه الريفرنس ماي فورم علامتين النقطتين اللي هم فوق بعض كررها مرتين شو اندرسكور فورم 2. بعد كده ننزل تحت نقول تي اتش 1 ستارت. في عندك داله برده ثانيه اسمها تي اتش 1 دوت جوين. لو انتوا تذكروها في كورس الاساسيات
اي كورس اساسيات شفته على النت في الثريدنج بيقول لك في دوت جوين وفي دوت دي تاتش. الدوت دي تاتش دي اللي احنا بنستخدمها عشان ايه؟ بنقول له اعمل ثريد وخليها لوحدها وبعد كده كمل البرنامج بتاعك. دي جوين دي ملهاش اي يعني، بتقول بتستنى لغايه ما الثريد دي تخلص بعد كده بيكمل البرنامج عادي زي ما هو. بس كده خلصت على كده. انا مرن يس على كده ندوس زي ما انت شايف يا جماعه، اقدر اتعامل مع الاثنين في نفس الوقت عادي. ادوس هنا عادي، ممكن هنا بس ممكن نشوف كده هيفتحها تاني ولا لا. هيرمي اكسبشن تقريبا، رمى اكسبشن لان هي مفتوحه اساسا. ماشي، ده بس انا حبيت اوريكم بس انها ايه، هما الاثنين شغالين في نفس الوقت. كونتينيو. خلاص ده بس، ده كان درس النهارده يا جماعه، وارجو ان يكون الدرس ده عجبكم. لو عجبك دوس لايك، لو ما عجبكش حط ان لايك، ولا انا ما عجبكش ليه. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.